ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کوئی آدمی خاموش نہ رہے پہلی صف سے لے کے آخر تک ہر آدمی اپنی آواز سے اپنی آوازوں کی زکات پیش کرے اللہ نے جو آپ کو آواز دی ہے اس آواز سے ذکر الہی کا ساز پیدا کریں اور آپ کے سانس اللہ کے ذکر میں کام آ جائیں تو پھر انشاءاللہ قبر و حشر آسان ہو جائے گا. صلی Allah.
Allahu
وسلم. اللہ 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 ماحول میں ذکر، ان جذبوں میں ذکر، ان کیفیات میں اللہ کو یاد کرنا، آتے ہوئے حالت اور ہوتی ہے، جاتے ہوئے آدمی دلہا دلہایا واپس جاتا ہے، پوری صفائی کے ساتھ گھر جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ منہ کے ذریعے اللہ کہے، دل میں اس کا تصور ہو، پھر بھی ناپاک رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جب بھی آتے ہو نہ جانے کتنا میل لے کے آتے ہو، لیکن اللہ کی ضربیں لگانے سے میل دھل جاتے ہیں، من پاک ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ذکر والوں کی مجلس اختیار کریں، ذکر والوں کی معیت اختیار کریں، پاکیزہ لوگوں کی سنگت میں بیٹھیں. یاد رکھو، آدمی عطار کی دکان میں جائے، عطر خرید